أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زاكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا يضم رئيسي شركتي ووهان للهندسة الصينية وبلاسترا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة لاستعراض أوجه التعاون المشترك والبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة. ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، موضحا أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، مؤكدا مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي روسيا بالاستهداف المتعمد في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية، موجها بتعزيز أمن البنية التحتية للموانئ بعد ضربات روسية في منطقتي أوديسا وجيتومر. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ليلا ضربة مكثفة لمواقع الصناعة العسكرية والبنية التحتية للوقود ومخازن الذخيرة للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا، مضيفة أن الضربة تم تنفيذها بأسلحة عالية الدقة تطلق من البحر والجو، وشملت أيضا قاعدة كاناتوبو للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد. قال الرئيس الكوري الجنوبي إن وجود الغواصة الأمريكية النووية USS كنتاكي يظهر بوضوح التزام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بانتظام والدفاع عن مصداقية الردع الموسع، مضيفا أن سول وواشنطن ستتخذان إجراءات رد ساحقة وحازمة على التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية. كشفت وزيرة إدارة الطوارئ في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية بوين موا عن نشر المزيد من الجنود لمساعدة رجال الإطفاء في مكافحة ما يقرب من 400 حريق غابات نشط في مقاطعة بريتش كولومبيا، وذلك كجزء من المساعدة الفيدرالية في مكافحة حرائق الغابات في المقاطعة. قالت منظمة الأمم المتحدة إن نحو 250 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي جراء الاشتباكات في السودان، ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف إبريل الماضي بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن المخاطر المرتبطة بموجة الحر التي تجتاح نصف الكرة الشمالي لم تنتهي بعد، مؤكدة أن موجات الحر من أكثر الأخطار الطبيعية تأثيرا على الصحة. كما حذرت المنظمة أيضا من زيادة مخاطر الوفاة بسبب موجات الحر في آسيا وشمال إفريقيا والولايات المتحدة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء. بحثت وزيرة التعاون الدولي مع المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو سبل تعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي وبرامج التعاون المستقبلية، مؤكدة أهمية الجهود المشتركة المبذولة من قبل المنظمة بالتعاون مع الجهات الوطنية لتعزيز التنمية الزراعية والريفية ودعم جهود الأمن الغذائي، لافتة إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي عالميا بسبب أزمات سلاسل التوريد والتطورات الجيوسياسية فضلا عن التغيرات المناخية.
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، ووضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه، مشيرة إلى أنها مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة. أعلن وزير التعليم العالي أن عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات بلغ حتى الآن 50,000 طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد، مؤكدا عمل الوزارة على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، وهو يأتي تطبيقا لسياسة العقابية الحديثة والتي يعد إحياء المناسبات الدينية أبرز محاورها.